بداية علاقتك بيها ماذا زليخة؟ قتل في زيجتها 50 عبدا و20 امرأة ونعجتان. نعجتان وخمسون عبد ونسوان. طبعا اكيد بقى الناس دي جاية بقى ترد الواجب بقى. اللي مات له 50 جاي بقى عايز يوجب في 20 ناقصين عنده فجاي يدبح في الخلق هنا. احنا بنعملها عندنا بفلوس الحكاية دي ننقط، انما انتوا هنا بتغزوا. انت عارف على الشكل ده على التحية اللي انتوا بتعملوها مع بعض والواجبات دي يضيف فرحين. ام فرحين ومش هتلاقي حد في القبيلة خالص، قريش مش هيبقى فيها غير جمال وبس، تبقى قبيلة الجمال. بخن بخن مباركا يا لمبي، مبارك 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 يا لمبي. خلاص يا جدعان، ابو ايه انتوا فلول ولا ايه؟ مبارك يا لمبي. متشكرين عم ابو ذهب. يا قوم يا قوم، بكل افتخار سيدخل ابن اللمبي على ابنتهن الان. الان فين يا عم؟ لأن أنا هعمل الحكاية دي قدامهم إزاي؟ هو إيه ده الجمل بيلاقوا له دروة عشان يخش فيها؟ أنت عايز تعمل الحكاية دي هنا؟ هيا يا لمبي إلى خيمتنا. هيا إلى خيمتنا. الله يا عم الحاج، إحنا نصح إن مساء الخير. عاملة ايه؟ بخير. انت عارف ان انا مش مصدق انه اخيرا جت اللحظة اللي هيبقى فيها احنا الاثنين مع بعضنا البعض، ها؟ وابقى عريس اللي يبقى عريس. اجل وانا ايضا لا اصدق انني عروس. للاسف انت عروس. انت تسأل ان انت تبقى عروسه، ان منا صعب عليا ان انا ابقى عريس. انا تعبت قوي انه ده في حياتي، طول عمري كنت بتعزم في الافراح بس اوجب وامشي، كنت اخش كده ابص على العريس والعروشه والمعدن في قلب الكوسه واحد عليهم، كنت اقول انت انا هتزوج انا كمان واقعد في قلب الكوسه زيهم. بس يعني جيت اللحظة وبقينا مع بعضنا البعض، يعني ايه بقى؟ انت ايه بقى؟ كلميني انت بقى عن كده جوه نفسية يعني. خير في سلامة وسلامة في خير. سلامة ليه؟ انا بقول لك انت جوه يعني خرج اللي جوه في الحتة دي يعني من عندك يعني بعدعي، يعني انت بعدعي ماذا تريدين ان تبعدعي؟ أجل إحساس الآن وأمس. أجل هو إحساس الآن وأمس. يا لمبي. أيوه هو ده الشوق. لقد كنت فتاة بلا قلب، بلا مشاعر، بلا حنين، وأتيت أنت أنرت القلب وأيقظت المشاعر وأشعلت الحنين. يا لمبي. يا منى قلبت امسيه دينيه كده ليه؟ يا ست دينيه لو عن طحن عربي مش هسمع الكلام باللغه العربيه ده كله. انا اريد ان انا اتزوجك، العب معاك عريس وعروسه. فهمتك. ولكن هناك شروط. أنا فاهمة دي. كله بيحب أوي دينا النور والمشعل دي، النور مطفي. النور؟ أتقصد المشعل أليس كذلك؟ نعم. أتقصد المشعل؟ المشعل، أقصد المشعل، وبعد مشعل في الطوابق، وبعد كده صفت اللبن. خلاص اللي جابه أمي بقى. خير في سلامة وسلامة في خير. الله ينعل أبو سلامة أبو خيرت. يا ست إحنا عايزين أنا وأنت نظبط بعضنا البعض.
لا 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 استغفر الله العظيم يا رب. انت ما اعبى انت اللي ملاحظ الليلة، انت بتعيط ليه دلوقتي؟ ابكي لان لو كانت امي معي في هذا اليوم. امك كمان معانا في الليلة اللي زي دي؟ لماذا؟ كانت ستبيت معنا. تبيض معنا؟ ما هي مش ناقصة الا البيض. تبيض يعني ايه تبيض معنا؟ ستبيت معنا في هذه الليلة. ايوه. وتشاهد ما نفعله. وكيف نصنع طفلنا. ايوه. وفي الصباح تحكي للقبيلة كل شيء. تحكي للقبيلة كل شيء. نعم. على اساس ان هي بتنقل نهائي كأس العالم. وامها. عيطت عيطت. وامها. ايوه عيطت كده ويسمعوا ان في راجل جوه. اي حاجه نداري بيها عارنا اللي احنا فيه. يا بت اهدي يا بت اهدي اهدي. انا هقول لك على حاجه. بس يا بت يجب ان انت تهب عليا وانا اهب عليك. لما احنا الاثنين نهب على بعض فهتلاقي هباب حصل، فتبقى انتم بهباب وانا ابو هباب. خايف في سلامه. انا عدلتني يا سلامك يا بنت. امشي بقى. واعي يا بنت انت دليل عرف. انا هاخد الراجل ده واقعد معاه. ماشي؟ هو ده اللي هقضي الليله معاه. يا حبيبي. ايه ده؟ قطاطا! قطاطا انت ليه بتنامي فجأة دايما ليه؟ نومي ده تعبانة. تعبانة من ايه يا قطاطا؟ ما اعرف انا في الشمس. عاجبك كده اهو الصوت بكير جه وانت ما قلتيش أي حاجة. هم انا ما عشان خاطر من السجن بقى عشان تمام. خاطر متحيز للعرب متاح لمصر. تقولي من العرب هذا اجمع بس كده. انا ما بصي انا كده بقى بره طبيعة اجمع نجم. إذا كنت زعلانة أمشي اطلع برا. بقى السجن كله عنده خبر إن سلامات هتشرف هنا وأنتوا نايمين على ودانكم. اخص عليكم نسوان لماما. أنا الحق عليا اللي بعتمد على أشكال بيعة زيكم. مين سلامات دي؟ سلامات دي يا اختي اللي انت بوظتي عليها الهروبة بتاعتها. يلا اسمع. تبقوا تحسبوها تضربني؟ ينفع تضرب واحدة في سن امك؟ وانا مالي يا اختي؟ مش انت اللي شكلتيها في الاول؟ اشربي بقى. وانت يا مظبوطة. وانا مالي يا اختي؟ دي ولية قوية ومفترية ماليش دعوة بحد. تتداو بقى عندي 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 مناصر بقى عندي حائفة مالوة عندي حائفة ولازم تعرف بقى ان سلامات ستبتها في الخلافة. قالي تايا وليه يا مطاع ابو دمي سلامي قولي يا بيت تعالي عودي جان مالوة بس بالراحة مو سبتك في خلافك. قالت ايه؟ قالت عليك ان انت ولي الاخر. يا نهار مش اسود. وعليك كمان قالت ايه كمان؟ قالت عليك لو انت واقفه ورحنا شادين البنطلون هنلاقيكي راجل. يخرب بيت ابوها. ايوه انا بقول اللي قدامي واللي قدامي ربنا. عارفه يا قطاطا لولاكي كان زماني على عماية. لا ودي كمان قالت ايه؟ قالت ام ياسر ايه دي كمان؟ ام ياسر ايه دي كمان يا محلي؟ أم ياسر دي تروحي كده تلعب في أي حاجة تانية، اللي فاكر نفسها هتحمي قطاطا؟ لو جت كده هضربها هي وقطاطا. ماشي، لولاكي كنت فضلت على عماية لحد ما المدعوة سلامات تشرف هنا في السجن ويبقى وشي في وشها من غير ما خطط لها ولا تكتك لها. أنا قدمتك أم ياسر، ولو عايزاني أقعد، أقعد في أي وقت. بقول لك يا قطاطا انت من النهارده في حمايتي، وبالنسبه للطار اللي مبيتهولك المدعوه سلامات لا مؤاخذه تبقى تبل وتشرب ميته. يا احمد يا نهار اسود شفت الوليه حرشانه عملت ايه؟
بلفت ام ياسر وحطتها تحت باطها وقال ايه هتخليها الفتوه بتاعتها. اه انوسه دي والعبان شكلنا كده احنا الثلاثه مع بعض هنبقى منصبيانها. ده مش بعيد يا اختي تخلينا نمسح بلاط العنبر ونعمل لها حواجبها في السكه. جرايه مره منك ليها في ايه؟ ما بقاش اسم على مسمى. اما كعبلتها في مشوار وخليتها تروح ما ترجعش. ايه عدلي بقى كده اهو اهو بس تعدلي. حاضر خلاص كده مظبوط ولا ايوه ده كده مظبوط ماشي. سي قطاطه ما عارفه حبيبي تعدلي من جوه عارفه يا تيتا قطاطه زون تيتا قطاطه. هو صحيح جده ضفر لي شعري كذا مره بس انت بتضفريه لي زي ماما الله يرحمها بالظبط. زي ماما الله يرحمها اللي ماتت؟ الله يرحمها. الله يرحمها. يعني أي حلاق في الدنيا ممكن يعمل لك التضفيرة دي؟ اعملي عصة الأسد. لا يا قطاطة أنا ما أقصدش، أنا أقصد بس إن أنت فكرتيني بماما. نفسي يا حبيبتي بصي رغم إن أنا أكبر من ماما وأعمل منها 13 ست إنها ما تقدري تعمليني زي ماما الله يرحمها. مش سبحان الله بقي كده تحت اهو اديه مقام معمليه كده بقى قدام ايوه. انت فين يا قطاطة؟ ايه ده؟ هو ايه اللي ايه الخرم في الخرم فوق ده ايه؟ هو مناخير يا قطاطة ده خرم المناخير فوق؟ ايوه بقى اهو بقى اهو ايوه صح الخرم بيبقى فوق بتاع المناخير ما ده؟ يا سلام ده انت عارفه ده زمان؟ ده انا ياما زوقت على راجل تستني عشان اظبط الرود لما ظبطت عرايس كانت تجيلي بقى العروسه من باب السحريه وكنت ونبص كنت بجهزهم واديله العروسه كده في ايده واقول له خد سلم يا عم كان بيعملوا ليله وبيجوا لي كل ليله خميس بجد؟ مع المصحف كنت بزوقها والراجل كان بيتنفخ عندنا. تحطي ميك اب حلو جدا بصي انا كنت يا طاطا دي مناخيري يا طاطا ما انت بتحطي كويس اهو بتلحوسي فوق ليه؟ ما هو وهو بقي اهو ما انت حطيتي صح. انت بوقك مش مظبوط ايوه بس كده عمي بقى كده حلو لا حب اسفرك ايوه بس روحي بقى شوفي نفسك بقى في المرايه وتعرفي اللي عملتي ايه بقى ماشي يلا وانا دي لسه هزوق ايه رايك بقى؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ تعالي هنا في حاجة حصلت؟ عايزة رؤسة دي؟ انت عايزة رؤسة دي؟ ايه ده؟ ايه ده انت بوظت المكياج؟ انا؟ انا برضه اللي بوظته؟ ايوه انت اللي بوظت المكياج بس انا طيب بصي يعني نعمل غيره واحنا بنحكي ماشي؟ لا انا كده حدوته طيب؟ ماشي الحدوته بتاعت الليمبي حبيبك صح الليمبي حبيبك ماشي قول يا قطاطه قول قول طيب انت كويسه والله خلي المكان نزعت يا كرام مليح ده الكلام ده بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام. والآن أغمض عينيك يا لمبي. أه تعال أنا حاسس إن أنت محضر لي مفاجأة بقى وهتروح كشف لي على الكنز. والآن أيوه. افتح عيني أقدم لك هريسة صنم. قصدك هريسة مول؟ وما هو المول يا لمبي؟ المول ده اللي هو فيه عدة بضائع متفرقة. بلى بلى أقدم لك هريسة صرم
أكبر متجر للأصنام في الحجاز كله، أصنام كبيرة للمعابد. هيا. وهذه الأصنام المتوسطة للمنازل، أما هذه الأصنام الصغيرة أيوة دي بقى أكيد دي للميدالية بتاعت المفاتيح بتاعت العربيات. وما هي العربيات؟ ده عبارة عن حمير حديدية في البلد عندنا. أجل أجل. هذه الأصنام الصغيرة بالعجوة أيوة. إن أردت أن تعبدها فاعبدها أيوة. وإن جعت فأكلها. طب ما تعبدوا بسكويت بالعجوة أحسن لكم. وما هو البسكويت بالعجوة؟ هو عبارة عن بسكويت بالعجوة نأكله. أجل أجل. شطائر من الحجارة بينهم طوب لبني يأكله الأطفال. وما ضحك في ذلك؟ يضحكني كلامك. عشان كده ضحكت. أجل أجل. وعندنا أيضا أصنام بالطين. أيوة. وأصنام بالعاج. أيوة. وأصنام بالزرنيخ. مفيش عندك واحد برباط من ودنه؟ وما الضحيك في هذا؟ الضحيك في هذا لأن دي أصنام كده لا تنفع ولا تضر. يا لمبي يبدو أنك غير مسرور. بالطبع يا عمو. توقعت ذلك. أمال إيه يا عمو؟ يا عمو ألم تقل لي في البارحة أن كل هذه البلد غرقانة في الذنوب وأنت عايز تغير منهم؟ وقد فعلت ما أمرت. فعلت ما حمرت إيه؟ ما هو ما أنت عملت مثيل تانية معمولة من الناس بتعبق العجة تاني. يا نمبي وما أدراك أن تلك الأصنام ليست بالآلهة. لا يا عم ده إيه؟ ده كبير فيه نقد وكده وروح مفتفته كده وروح رميه في أي بلاعة رد. وما هي البلاعة؟ هي عبارة عن مجاري متدفقة من نهر النيل. أجل أجل فهمت. مزراب من الحجارة مملوء بالطين اللبني. أيوة. يا لمبي. أيوة. إذا كانت تلك الآلهة حقيقية فها نحن نعبدها، أما إن كانت غير حقيقية فها نحن نبيعها. لا ويحكم دائما دائما لكل زمان ومكان فلسفة وفلاسفة تحللون فيه ما تحرمونه وتحرمون فيه ما تحللونه. دائما دائما السياسة والاقتصاد شهوة لكل مختال فخور، وتستخدمون الدين الستارة كي تداروا بها على إفه. تنزل على الأرض بالنهار ولا إيه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك أنت واللي يتشدد لك. أموت في الأدب. ما تتلم يا سلفاندي. أنا اسمي إدرا، نهارنا نادي ولا حاجة؟ هي تلايح ولا إيه؟ عامل لي راجل وإنت ما تكملش إزاي؟ ملك يا لفاندي، ملك ومال البنية، مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ أني أنت إيه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخة بقى عالريتونة رجالة أو فاش. نحمدوا ربنا إن إحنا لحقناك يا ست أمي. عشتوا؟ قال هو فين بيت نزل المخدماتية؟ دي جنبنا، تعالي نوصلوك لحد عندها ونوجبه معاكي بفنجان قهوة ونفرجوكي على شوية قماش والدفع فوري أو على راحتك. قماش؟ لهو ما انتوا بتشتغلوا ايه؟ أنا دهية ودي أختي فطيصة، وإحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حتة هطلعلطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزلة المخدماتية ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. الا هو بيتكم فين؟ ده رزق لازم في نزلة المخدماتية اول عتبة. هنستنوكي، وكمان عشان نرقوكي احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافية. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الولية واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزة الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه؟ بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. تعالى يا فندي عبد الحي. عليا الطلاق لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله انت ايه بقيت فول تنك. عليا الطلاق لا تشرب القرعه. يا ابو بديع دي سادس قرعه تشبط. انا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله تدفع الحساب ايه؟ انت جاي
مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللي همبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، ولو انت هيستنى هنا ولا ايه؟ ده بالخطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب اقعد. اقعد يا اقعد، ناخدك في سرنجه، اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تاني يا الي. احكي يا لمبي احكي. ايوه سيدي بقى، المهم بقى ابو بديع ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا خد بالك. لكن ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت؟ ايوه افتكرت. فضلت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيها وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب بتاعي. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله اللمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفي يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق لما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى ورب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال الف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبده انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ هلا فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيت القريه صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ على بضيعه؟ ابو بضيعه عرضه؟ عبدو يا لمبي، الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يسلم يا لمبي، انت عرفت ان انا من رضاياك انه خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد شرطه ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلاق، انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص، هقول لك عليه انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم اللي الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. شجع بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لم؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اثنين
قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده. انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه. يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم مش عارف ازاي. اتنين في واحد. حبينا حبيناه وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه بس دماغه ضربه. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. بيت غني زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله ده رأيي. احنا نأمنك على عرضنا على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زي دين واحدة كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الأمانة اللي أنا كتبتولك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي بصراحه. ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا الدبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنونا هيبقى فيه جثث. انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي. ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو هنلبسه كله ولا ايه؟ الفلوس ناس. الفلوس ناس في علم الغيب واجب برضه الحفاظ عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعة في الشغل. طب يا عم مياعة ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمة تانية هنطير رقبتك. ليه طب والفنانة تبوظ؟ الله يشيل الفنانة. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما خليني قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا لما تدفنوكي مطرحي؟ بيدفنوا بني ادمين. Yeah.
انت مين السلفندي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا انا وابو عبده وابو بديعه، كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه، رايح جاي عمال يسهل. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمرة بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي، معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو بديعة، ابو بديعة ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعة ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، ايه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساغ. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة يا سلمبي. لا ولا حاجة. اهلا اهلا، مشرف. الله يخليك. في بيتك يا اخويا. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام، دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياله، جدي ابو رياله الكبير، يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه ده كان يعني؟ بصي ما في اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ هو في حد تاني جاي لسه؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا سيف، يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه، بس يا عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك، خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح، ده دغدغتهم كلهم نفر نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى، بنت العركه؟ لو انت صادق، انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش معقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخدوا مساغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقول لك، ارجع عن موضوع المساغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب داهي. الناس دي الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. قوم يا امشي امشي. الحدود بينفخوا من الناس. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا، اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي، متشكرين يا عم كباري، شكلين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمه، انا عايزك تحرتش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك ابو حمادات يا سيدي الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، ام حبه. حاضر يا سيدي الناس. انت رايح فين؟ داخله جوه. هتعمل ايه جوه؟ ايه ده؟ Yeah!
حكم العين وشر سحر العين، حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح، رقيتك واسترقيتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت، خلي السحر يموت. لما نتكلم معاه رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي لا يا فندم، مش وقت يا بني ادم، احنا في مرايا. هجوم خالص. اوعى اوعى، انا مش واحد، انا معايا الخوه، انا بقولك اهو. اوعي 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 تسول لك نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبت مكانك، كله يثبت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها، خش يا ابني شوف لي يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضرة الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملوا لك الشاي ولا سعاده الباشا. بيعملوا لي فين؟ في القسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا القسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه قبض لي على الناس دي كلها، كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت، يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط، احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا، ربنا الجثث جثثنا. يا خلاص انا وصلت لك الحلقه، ما تعديش، خد ضهري بسكه. يا كويس سكه سكه. مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح لي، قلت ايوه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزين اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الشبي. بقول لك انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه. ساعات يخليني بنت وساعات يخليني واد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص، انت ما تخليتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات، ده انت عايز تعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا.
انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم هريسه؟ هريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا سالف مني حاجه؟ الكلمه دي خطر قوي على فكره. سالف مني بقى انت عارفه عم هريسه؟ فين عم هريسه؟ لا انا ما اعرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربه سنود واسود ولا ايه؟ لا رقاصه. اموت في القدم، اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا اضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبك اللاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرق قلبك القاسي، وشعرك حني بيه بالزبدة ودانيه، وشعرك حني وشعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة ودانتي، وده شعرك حني بالزبدة.
شرح لك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله انت ايه يا عم الحاج الحكايه؟ انت كنت مش هتطلع لي في حته ولا ايه؟ اصل انا عارف حكايتك وحكايه هريسه. لو النبي عارفها منين حكايه هريسه؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعه. لو النبي انت تبقى ابو النوعه؟ تمام ابو النوعه، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجه. يلا ها تعال. شايف الامن انه الراجل ده مش عارف منين؟ واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر انك انت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، ما انت طلعت رجب وانا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. انت عايز من اللي جابوني انا ايه في القعدة دي اللي انا عطنت فيها؟ انا عاوزك تتجوز البت دي، اصلك انت باين عليك انك انت جدع من الحكايات اللي هي حكتها لي. يابا ما يصح. شو ذا الدلع؟ يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف لطيف جميل. أنا كده هنفذ الشرط اللي إحنا اتفقنا عليه، كده بقى يبقى أنت البقية عليك أنت بقى. في إيه؟ في الحاجات التانية اللي أنت قلت لي عليها، جوز النوعة؟ أقول لك مكاننا هريسة فين؟ آخد 10% من الكنز وتوافق؟ أجيب لك المأذون من برا. خلاص خلاص هقول إيه؟ أنا موافق طبعاً، أوافق وأبصم كمان. أنا مالي إيدي كويس من اللي أنا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحد كان بيقول انك بعد الشر بعد الشر بتموتي. لا اموت؟ انا ما اموتش، انا ما اموتش. انت شر يا عباس؟ انا بس انا زعلانه منك عشان انت جيتي على نفسك عشاني وانت تعبانه. يا حبيبه قلبي انا لو بموت، انا لو بموت كده روحي هتربرف كده وتفضل تطير 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 وهبط روح حتى عصيرين عندك وتحكيك يا حدوته يا قط يا حلو يا بطه يا قط يا قط يا حلو يا كدوته يا حلو يا بطه. عارفه يا موسى لو خرجت حتى بالسجن برضه هرجع اقعد اقعد معاك هنا ماشي؟ تفهم انك هتيجي هنا تاني؟ جدو بقول لك ايه؟ احنا مش عايزين نقعد بعض وحدنا بنات بقى قاعده مع بعض عباس. يلا يا عمامشي شوفونا الاكل يلا. يلا عباس تضحك عليها يا عبيط انت؟ لا مفيش حاجة. يلا قدامي. أوامرك يا باشا. تبدو انت قلت له عباس اجري يشوف الاكل. احكيها في السجن بقى. ويشنقني. بس ده احكيها في السجن في دحمه. ارجعوا كده بس المساجين الوسخة اللي سود هناك ماشي؟ طب انا ماشي. يلا. أم قطاط عايزة حاجة؟ ده يا حبيبي مع السلامة روح. طيب. يلا يا زف. ايوه يا باشا. اتحيلي. ربنا ينتهي منك يا ابن روح. يا قطاطة تصدقي ان انتي وحشتيني انتي وهو. انتي وهو؟ طب هو وانا عارفاه. انتي بقى تطلع مين؟ يا قطاطة انتي واللمبي. انا بحاطب معاك بقى يا عم انتي وحشتيني يا بنتي قوي. اللمبي بيحرر يا لمبي. اهو جاي من الخضار والاكل وجاي اهو. بس بقى انا فكرت في الفترة اللي انا كنت نايم فيها. يوه بتفكر ازاي وانت نايب؟ بفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايب؟ ايوه طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر او اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. ماشي نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ده ولا إيه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام أخذ وعطى. أنا حبنوز البيت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس إلا تخلف الواد ويبقى باسمك. بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء.
اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك، اني خبزاك وواكلاك وهضماك. اطلع من دول يا عمده، هشك بشك. ايه ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك. العز والاملاك، بسم الله ما شاء الله، اللي حوالينا وتحت يدنا والاراضي والمواشي دي كلها هتروح لمين في الاخر؟ لاخويا ابن امي وابويا هيورثني، وهي دي صله الرحم. لا في نصنا، لا ارضينا ما تخرجش برانا ابدا. يعني اني هبقى ام الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوقة. اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمده، الاهل البلد عملوه زعيم. اللمبي واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت، خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعيمني. اتحشمي يا ولية وخش جوه، يلا خش جوه. عندتنا وحبيبنا. اهلا اهلا اهلا، والف مبروك. الله يبارك فيك. انا لقيتك اتاخرت، المفروض ان انت كنت تيجي تبارك لنا. ها وبعدين اتاخرت، فقلت بقى لا، قلت روح انا جاي على هنا بقى انا والناس والمعازيم كلهم، ونيجي بقى ان انت ابوها بقى. ها اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. احنا خلاص، احنا دلوقتي يا عم بقى خلاص بقينا هنبقى اكل وعيش وملح وعيشه مع بعض، بقينا نسايب خلاص. نسايب؟ اه. بأمارة ايه يعني؟ انا بأمارة ايه؟ مش متربية عندك في قلب الدار وانت ابوك كبير؟ اه. وبعدين ده هي موكلاك، والظاهر انت كنت جعان ولا حاجة وهي. حط ايدك في ايده يا عمدة. قول وراي. لا انا عارفها دي، زوجتك لنفسي. ده بيضحكوا على ايه دول؟ المفروض انت قول بعدها بقى قبلت الزواج. قبلت الزواج؟ يلا الف مبروك، تعالى معانا بقى. يلا بقى لعبة وحشة من غيرك، تعالى بقى. هجيب الطربوش واجي وراك. طب تعالى واحنا نجيب لك الطربوش احنا. والكرم زي
يا عريسنا ليلتك جميله والكرم زايد يا بنيه حلوه وجميله والغرام زايد نقيت وجبت الاصيله والادب الادب زايد والدك وعمك وخالك يسوا ناس ألوفات حبيبي الله يكرمك سألت ربي البرايا يحرسك من العين الحر عند اللزوم تلقى وراه ألوفات الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب الدور ده لاجل العريس مخصوص يا حبايب هو دعانا لفرح وجينا يا حبايب يا رب املي حداك ما يخيب يا حبايب اشوف لكل الحبايب يوم فرح زايد يا ليل خليك صاحي يا عريس ما تنامش خليك صاحي يا عريس ما تنامش الليله من عمرك ما تتعوضش خد من العروسه يا جميل واديها خد من العروسه يا جميل واديها واشرب كاسات الفرح ولا تشبعش دايماً تلاقيها اسأل عروسك تراويسيها في حضن قلبك دايماً تلاقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها سمي ومن عين الحسود ارقيها بنت الأصول بالمال ما تتقدرش بعد السلام قدم له ألف تحية انجي أبوك من بدري في الصباحية بعد السلام قدم له ألف تحية سمي بالله وخد بإيدك اليمين واتكل على الله ونعم بالله ألا يا بنت اللي في الحجاب دي مظبوط يعني هوان أقدر أجيب حاجة للست المقتدرة الست الكمل اللي عايشين بخير اللي ما تكون حاجة مضمونة مجربها في نسوان ياما حق يا بنت لو حصل هحللك بقي انا حلاوتي ردك عني يا ست الكل انا هبقى ست الكل صحيح لما اخلف الواد ويورث الفلوس والارض والعموديه ويقطع لسنه نسوان البلد اللي عايزين الحش Thank you.
سيليبي اصحى يا سيليبي. سيليبي انا نمت صاحي. صباح الفل يا سيدي الناس. صباح الخير. نوب العواف. الله يعافيك. بعد ترى جسمه مكسر جامد قوي. الله قول يا سيليبي. طيب. النهارده معلش الاوضه بس. فداك يا سيليبي. يمكن نزل شويه. فداك يا سيليبي. الله قول لي هو اهدى. ايه؟ اهدى يا سيليبي. هذا الدبانه بتاعت العيله الهرسيه اللي تثبت ان انا من عيله هرس من الموروث. ايوه. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هقوم اخد الحمام وانت حضر الفطار كده. طب اجيب لك ايه تشق بيه ريقك؟ شو ايه؟ ريقك. والله افطر ولا هعمل جريمتين. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس اطلع كنز شوية فانا مش واخد على كده. ماشي انا ان كان علي اجيب لك شوية فاكهة يعني بوز. ايه؟ بوز او بانجة. بوز او بانجة؟ ايه؟ يا بنت من مصعب انت عارفة؟ انت حسن؟ انت غير ما بحر قوم انا عشان ده. يلا قوم وانا احضر لك شوية فطير على شوية عسل على شوية بيض على شوية جبنة. يا عسل انت يا بنت. على مهلك على مهلك يا سيليب. ايه؟ بقولك ايه؟ ايه؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا بنت انت ما انت ما تسكتش معايا يا سيدي يا بنت انت ما تسكتش معايا يا سيدي. ايه ده؟ كسفتني يا بنت حمود. زود عود هنا عود زوق برجلي. ازوق اسحب ولا ازوق؟ ده زوق ده زوق برجلي. ايوه زوق زوق يا بنت. ايوه بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات عيلتيها تيها يا ولاد الحلال. بلوسه نايلون نايلون على شبه تركات الحلوة خوخة خوخي جنب بعد دوخة دوخي دوخي الحلوة خوخة خوخي جنب بعد دوخة واللي يلاقيها يلاقيها يطلبها بالحال. ايا ابوس بيك. ايه يا سليم؟ بتدور الجبنه دي شفت لد الهنا والشفي. لازم الواحد يتقوت وبياكل. امال ايه؟ مش في مش في مش في بكود. شفت البكود؟ يا سليم بي ده مين السقيد اللي بيخبط دلوقتي ده؟ مش عارفه يا سليب. هاتلي التسكته من على البلاص. سكتي؟ يلا يا سليب. ايوه يا ده هاتلي التسكته يا بت. هاتلي يا سليب يا اختي عليكوا على جمال. قمص قمص. ايوه مظبوطه في النص. ها ايوه جاي اهو. مين؟ انا علوان يا سليمبي. عايز ايه؟ ايه ده؟ هو انت بتاكل ولا ايه؟ قوم يا بت جوه. قوم يلا جوه. انت كاتب ايه؟ هغسل ايدي. هتغسل ايدي كده احنا كنا حاجه؟ خلاص ده لازم الاكل الواحد يبص له ويخلص. ايه يا امي راحه فين؟ خلاص كلت. لا يا امي كده اكل برضه. ثانك يو ماما عواطف. استنى تعالى عواطف. ايه؟ انا اقول لي هو انت امها؟ امها؟ ها؟ انت امها؟ لا مش امها، انا زي امها. زي امها؟ اه. وهي زيها زي فين؟ مين دي؟ ما تحددتش عايزة ايه وليه؟ يعني انت زي ما انت بهي البت دي امها فين؟ امها ماتت. ماتت؟ اه. ماتت ازاي؟ الفيل موتها. طب والفيل فين؟ الفيل في الحديقة عايش، هي اللي ماتت. يعني انفصلوا؟ مين دول اللي انفصلوا؟ هم انفصلوا عن بعض؟ مين دول؟ انا الولية مش انت اللي بتقولي ان امها كانت متجوزة فيل؟ بقول انتش هتقوليني يا ولية. والله قلت امها. انا ما قلتش حاجة. والله قلت امها. والله العظيم ما قلت. طب انت ما صدمتيش امها؟
وندرس الزوجه. عواطف انتوا بتتخانقوا ليه؟ في ايه؟ لا دي ست مش ما حصلتش. ايه ده؟ بتغلط في ماما. في ماما يا حربوها يا حربيه. حربوها يا حربيه. بس يا عواطف يلا اطلعي بره. يلا ارجسي نمشي. يلا ده ضربه الجنب ما تتضرب في كعب رجلك. خلاص وتروح تعتقل في عجب الساعه. شلنتي امشي يا مزغوده. ده ضربه. بس قولي لي بقى، قولي لي بقى، انت بقى فيكي حاجه كده يعني مغيره، ايه هي بقى؟ قطاطا. اقول لك على سر بس اوعي تقولي لاي حد. خالص بيبير. تعالي هاجي باي هبطل اكل بقى. كفايه كده. يلا صح. ايه ده؟ الله الشياكه والحلاوه دي حلوه في السجن قوي. جبت من السجن ده تحفه قمر. وطلبت ان انا اجيب الفساتين التانيه كلها من السجن عشان لما اخرج واجي يبقى انا معاكي كويسه. تحفه يجنن. ايوه قطاطا. عارفه ايه اللي شاغلني بجد؟ ايه بقى اللي شاغلك؟ الليمبي. الليمبي؟ يا سلام على النمبي. النمبي ده الله. طب احكي لي احكي لي والنبي قطط عشان وحشني قوي. حاضر يا استاذ. زعل على النبي. صادروا ممتلكاته وحماره وسيفه وبيعوهم على العبيد. عبيد ايه يا عبيد؟ انا اوعى اوعى ده النمبي. انا من مصر ومن الدنيا يا عم الحاج. يعني السيده زينب ولا انا كفار على نفسكم يابا. انا مش زينب. زينب يا حبيبي انا هموت الحبيبه. لا 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 لا. صاحن ايها العبد. يا عم صاحن ايه؟ والمصحف الشريف يخش غزالكم هو بتاعكم ده. اذا انت من اتباع الدين الجديد الذي لا هو بالشعر ولا بالسحر ولكنه كلام جميل. ويحك ويحك ايها العبد الذي يدعو الى الدين الجديد. ايه ده؟ ده ابو لهب ده ولا ايه؟ ابو لهب؟ ايوه ابو لهب. اوعى يا عم. عرفتك يا عم الكفار ويجب اليك ان تذم نفسك قبل ان اعملها معاك. ماذا تقول؟ بلا ماذا اقول بلا ماذا بقول. الله ايه يا عم الحاج انت؟ ايه هو سكتنا له دخل بحمار ولا ايه؟ مفيش بني ادم بيحبك ومكروه على وجه البسيطه كلها. ايوه مالكش ارضيه عند البني ادمين لا في الشيك ولا في الشعبي. لهجتك غريبه جدا. اذا ساشتري العبد والجاريه وهذا الرجل ايضا بألف وخمسمائة دينار. انني لا اعرفه ولقد كنت ابيع ابنة اخي. لا جدي انا اعرفه يا عم. انت ابو لهب؟ انا عارفه. ايه يا عمو ده؟ احنا قرايب يا عم. ده هريسه. ده مضيع النسوان بتاعت العيله كلها. حلال عليك ساحر لك الصك في الحال. خذ هذا. ايوه وش معنى هذا؟ لماذا هذا؟ لا تسألوا عن اصله وفصله من فين؟ صاحن يا عبد السوق لا تتطاول على اسيادك. انه سيد قبيله بني زرزور. قلت لك. قلت لك ايه يعني؟ جاي مختارنا لك يعني ولا ايه؟ صاحن يا عبد السوق. يا عم ولا صاحن بلا ايه بقى؟ تبلوهم. ايه تبلوهم دي؟ يعني ايه تبلوهم؟ انا ما اتبلش انا عشان اتشوي يا عم الحاج. اوعى اوعى يا عم انت. لا يا عم الحاج مش اللمب اللي يتحط على الجريل. اوعى يا عم الحاج اللمب ما يتسويش ابدا. ايه يا جدعان؟ ابويا وليلى. حتى لا ياخذونك ويعذبونك. هو ده سيرك ده ولا ايه؟ ده سيرك. انهم عبيدهم وهم احرار فيما يفعلون به. ايوه ده هيبنوا على الراجل ده بيت ولا ايه؟ الحجر ده صاحن ازاي بس؟ انا مش فاهم التصوير ده يعني لحد امتى؟ هي الساعه كام دلوقتي يا سيد زيتون؟ ماذا تقول؟ اللي ماذا تقول؟ عايز اجيب سجاير. انا اجيب سجاير منين دلوقتي انا؟ اصمت يا العبد انك تثرثر في لغو فارغ. سمعا وطبعا يا مولاي. جناب
ازيك يا واد؟ الحمد لله ام عطاط سالت عليك العافيه. والله ما اقطع بيا في السجن الواحد من غير سؤالك عليا يا ام عطاط. خلاص يا واد. ايه بقى بورت اتفتح في وشي؟ بس اقول لك انا عايز اسالك على حاجه. هي الست لميس مش الحمد لله خفت ولا لسه؟ ايوه يا حبيبي خفت، خفت الجنبين وسابت قدام. والله العظيم ده فيك زي العسل يا ام قطاط، هو ده اللي محببني فيك والله. لا بتفكرني بامي. ايوه اسكت موف ده روحك كل شويه تقول لي ماما انا خاطر في العجل ده ازاي؟ وانت زي ام العين تعلى الحجيب. لا تعلى يا عم امك بقى. ايه تحبي تروحي فين بقى؟ اروح فين عند امك؟ شكلك مدامي شغال تاكسي بالليل. والله ده فيك زي العسل. ايوه يا حبيبي ده امر يا ناس. ايه يا ام قطاط؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وانا المهر ولا يا واد؟ لا مؤاخذة يا باشا وربنا ما شفتك العضب على النظر يا باشا. لا مؤاخذة يا باشا انا اسف. ده مين ده يا واد؟ انزلي. ايه ده؟ انزلي. واد اهو انزلي واطلعي وانزلي واطلعي كرني يا مجمع عشان سير. انزلي نزلت سنانك بالطورة. مجمع. طلعي يا بت. اطلعي. اطلع فين تاني؟ اطلعي باللي انت مخبيه جوه هنا ده. ايوه ده الكسوف. ها صيغه ولا فلوس ولا ايه بالظبط؟ يا سواتي سرقت صيغه لابس هانم وانا اللي بعملك زي امي. صحيح يموت الزمار وصباعه بيلعب. يا ده الكسوف. ما تخليش امد ايدي. ها والنبي ما كان بخاطري اللي بس والنبي ما كان قصدي حاجه. ده دول كانوا انت شوية اخدي كنت جايباهم باخدهم للمساجين هناك النسوان عشان ياكلوا كده بس مش عارف كده تدعو النبي. وايه اللي انت حطيته تحت المخده اللميس ده؟ ده مصحف. مصحف كنت ورثه من امي وتحطه لها تحت المخده عشان الكرابيس وما تفرزحش وهي نايمه. اه طيب اركبي يلا. طب انت زي خدام بيدي؟ لا كبر كبر يلا. طب انت هتعودي دميس؟ لا مش حاملة. يلا خلصي اخد الاخ. يلا اخدو. اي تمام يا باشا تمام. يلا بكير تمام يا باشا. يلا. طب انت زعلان مني؟ لا طيب. يلا امرنا يا باشا امرنا. لا مؤاخذة يا ست قطاطة والله ما خدت بالي. انت مش زعلان مني؟ بالهدى والشفا. اسمع هدى والشفا مطلب رئيس الجمري. اسمع بالهدى والشفا يا حبيبتي. ودي ود ما هيش ودي هناك. اسمع هدى اسمع هدى. فكرتوني بالاعلام بتاع الزمان. عزيز زمان دي زمان كان كلها بركة. الأرض بركة بتطلع حاجات بركة. الشوارع بركة الشجر بركة. الرجالة كان فيها بركة. الكوسية كانت قد كده. الكوسية زمان في المحشي كانت قد كده. والرزاية كانت قد كده. ونجيب الرز بقى بالخلطة بقى ونعمل له السمك والبقدونس والكزبرة ونقعد نقلبه ونحشي في قلب الكوسة ونحطها في قلب المطبخ في الترابيزة. كل الحاجات دي ونحسي فيها كوسة. كنت ست شاطرة على فكرة حزوة نولة كده يا أخي. قد أنا كان علي شاه اسمه نوخية وحياتي جنجي. الشاه دي مفيش عروسة تعملها في ليلة فرحة. إنما قولي لي أيوة الخير ده كله جالك منين؟ نكدي وعكدي ولا بحدا ما تكدي وانت ساكتة بس ادعي بالشفا. شفا؟ لأي حد حتى ليكي نسويكي. يا رب بالشفا يا رب. أيوة عايز من العقد يا بنت؟ قوي 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 قوي. فكرني بأيام زمان أيام ما كنا مستتتين في بيوتنا. نكتب شفت البنت بتفكر في أيام ده يا بنت ده دي موقوشة وده في موقوشة دي يا بنت انت بتاخد ايه؟ ايوه يا خلاص انت عارفة ايه؟ أدب. أدب؟ أيوة جمعت إيه؟ 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 جمعت إيه؟
بنت مره دي عبسها كده البنت دي ايه ده بنتي عسل وقلبك طيب يا خلع عطيت ربنا يخليكي لينا ربنا يخرب بيتك يا حبيبتي يا رب اكلم وانتي مزغولة ما بتقوليش ليه على الكسكسي هنا يا اختي الاكل كله زي العسل ودي محتاجه كلام نبي بس شكلك حطاهم على قلبك قد كده يا ست قطاطه طبعا ما حطهمش على قلبي ليه اصل قلبي ابيض قوي ايه ده السحرات الثلاثه قاعدين لا يا مارا قلبي ابيض وانت عارفه ده قلبي ابيض ليه عشان انا مسامح والمسامح غريب اسمعني يا رب اسمعني يا بنت اللي بتسكن حكى عن امك برضك حكى عن واحده زي امك يا بنتي قول لي يا زي امك يا بنتي اسكن اما راحوا فين؟ هما فين؟ هناك اهو ايوه عشان تشوف الناس قد ايه بقى ست كويسه يلا خدوا يلا خد لا الاول تدعوا بصفه لسحبه الكرامات دي جرايه يا اختي انت هتقططيني على لقمه انا عارفه لا يا اختي لو مش عاجبك كلي من اكل السجن يا دنايا اهو النهارده طبخين جزم كلي لي الجزمتين وشرابين مخللين معلش يا انوسه اصلها بتهزر معاكي يا روح قلبي إيه انت قلبك طيب مش كده بس بت قولي لي بقى يا وليه انت الاكل ده كده انت جايباه ونيتك مسامحه فيه ولا هينزل معدتنا يهريها وايه اللي دخل الرجاله عندنا في السجن يا ست انت جرعيه يا وليه ما دخل الرجاله ليه عندك بعد ما عبر انت هتقعدي تقتليها وتقعدي تنرزي فينا بجيني اللقمه خلينا نصفحها ادعوا الاول بصفه لما ناكل ما هو انا ابو الله بوسع عشان خاطر البنت اللي العسل دي ناكل يا اختي الاول بس بخد الراجل اللي معاك يا اختي وروحي ورا الـ ورا الـ ورا المبنى بس جيب وش عيني عينك كده يا اختي بقول لك ايه يا ولية بس اقعد ونبي حديك بسجل على بقك يا اختي الاكل خلينا ناكل يا اختي هو لاجك بالسم العرف ويجي يغني في المصنع في تيجي في جوه اوعي يا بيت انت شويه اقعد يا بيت هو لوحدك اكسر الثوابت سبحان من أبدع الجمال اللي فيكي اللي جواكي واللي أجمل من جمال موناليزا ما هتسألك عن الجمال الخارجي لسبب الحمار الوحشي ما تصحنيش من الحلم اللي أنا فيه يا عباس قطاطا هو أنت دفعتي عن نفسك إزاي في المحكمة؟ يا داوي يا داوي ده تسكوتي ده كان يوم يا نهار أسود الناس عمالة تصور بالتلفزيون محمد ماسكة في ايديها حاجات كده بتاعت اللي هم دول يكلموا ورحت واقفه ماسكه في قفص الالتهام كده وقعدت اقول انا بقى انا بريئه انا بسلومه انا تعب فيا والراجل اللي هو ماسك الشاكوشه ايوه القاضي ده نجار ده ولا ايه؟ لا القاضي القاضي القاضي؟ كان بيضرب كل شويه اني قلت فيه مسمار في التخته في التخته ولا حاجه وما قلتيش بقى مين اللي ظلمك ها؟ لبني عارفه بقى الا وشها اتغير بيقولوا مش لاقيينهم كويس قوي انه ما ادكيش اعدام النبي رند قال يتحط براحة كانت براحة بدل ما يجب الواحد ويحب الواحد بدل ما هو عايش في النفس كل امر يروح يلعب في دماغه يتلعب فيه لا طبعا والعبيطة بقولك ايه ها ما تيجي ناكل بطاطس عايزه بطاطس برضه اكل بطاطس مش فاهمه ايه حبك في البطاطس بحب عرنبيت المقلي حاضر وايه تاني؟ ونخويا بالمعيز معيز؟ في معيز ملوخيه بالارانب؟ حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه بس خلينا في الحاجه الوحيده اللي بفهمها منك يا قطط مين يا جماعه؟ اللمبي حبيبي اهو هناك هو جايب معاه قاعد يزقع والمحافظ ماشي جنبه شرف دخلوا للسلطانه هو ده اللي احنا عايزينه وانا كده نجحت ايوه نجحت النبي نجحت نجحت طب انا هلعب تحت سنك كام احنا هناخدك معانا في الجيش في الجيش في طلائع الجيش وده الحدوه دي واحترف بعد كده والعب في اسكو انتهى فرز الجنود انتهى هاتوه اولاد السلطان ده ملك الدسوق دي ولا مين خش مولات الامير السلطان تقدم ايها الفتى الشهم لقد سمعت عنك الكثير وسمعت عن قلبك الجسور الذي لا يهاب الموت وليس به رحمه
تقدم يا غالي. يعني مش عبده ليا ولا لمين؟ يعني انت عايزك عايزاني اتجسس عليه هو؟ خلاص اعتبر الموضوع منتهي، هنزل على اي مائدة رحمن واروح قفشه على طول لفه واستكه وجايبه ديك على طول. عيب يعني. انت قلت لي اسمه ايه؟ قمر الدين خشاف. والنبي انت اللي قمر. قمر. تعال. اجلس بجانبي تعال. بصراحة كده يعني عارف انا بدوس جامد انا ما عارف شعر جحدة. ما اسمك يا اسمك ايه؟ ايوه يا بيتي كده اسمي الذنبي. اريد ان اعرف هل هو متزوج ام لا؟ هو مين ده؟ قمر الدين خشاف. ايوه ما خلاص قلت لك قمر الدين خشاف ده خلاص. انا بقول لك حربته لك في قلب شوال من نصرية ومغزول ومتأسدك و100 فضل بعضك ابوك تحت رجليك هنا. خلاص كده؟ وبعدين يعني مين ده اللي يفكر ويستجرؤ ان هو يعرف ست عليكي؟ انت خلاص انت جبت سقف الحريم. اذا فعليك به؟ اعض يعني ولا ايه؟ اذا فعليك به؟ ايوه حاضر خلاص خلاص. مولاتي السلطانه شجره الرز الامير قمر الدين خشاف. اوعى تقول حاجه من اللي قلنا عليها. ها ماشي. مولاتي السلطانة شجرة الرز مولاتي الأميرة كما أنت جميلة اليوم يا مولاتي. ده الخدام الجديد ولا إيه؟ مين ده؟ الخدام الجديد. شكلك كويس. والبلع برست عندي مجانس. اسمحي لي يا مولاتي أنا أخده معايا. لك ما تشاء يا عمر الدين. هو ده قمر الدين اللي انا هتجسس عليه؟ تا 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 بعد اذن مولاتي بص الطير. هيا بنا هيا بنا. اهلا بي وايه كمان؟ بس حضرتك وكلفتني حضرتك مولاتي شجره الرز ان انا اتجسس عليك واعرف اخبارك ايه. انت الجاسوس الجديد. تحت امرك يا مولاي. اي نوع من الاخبار؟ يعني كلفتني كده ان انا اعرف سعادتك يعني متجوز ولا لا ومراتك شكلها ايه؟ قلت في عقلي بدل لا اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف لما يجي يتجوز وياخد حته هياخد بجد واحده قمر زي اسمه. كلك ذوق يا لمبي. ماي بليجر. وكلفتني برضك ان انا اتعرف يعني اذا كان في عند حضرتك مخلف منها ولد ولا لا. برضك قلت في عقلي بالي اكيد مولاي الامير قمر الدين خشاف مخلف بطل بطل يحمل اسم مصر الى العيباء فوق كده. ده من زورك يا لمبي عقبال ما تشوف اولادك. كونجراتيليشن مولاي. وانت هتعمل ايه يا لمبي؟ هتجسس عليك يا مولاي. وهتقول لها؟ طبعا لا لا طبعا اولاد ازاي يا ايه؟ ده احنا شباب زي بعض يعني ورجاله. انت ما تعرفش اللمبي ولا ايه؟ اسمع عن اللمبي انزل بس خط كده ناحيه مصر القديمه او السيده زينب بلاش بدل زين العدادين. اقعد كده بس في النصريه او في رمل البولاق
وشوف الليمبي مصنع الرجاله تحت امرك. رقيبه ناس بتدبح ترجلك تحيه وعظمه لمولانا الكبير السلطان قمر الدين خشاب. امال ايه؟ باين عليك زكي. الله يخليك، احسنت في خزون. بتعمل ايه؟ بتجسس عليك بقى، سيبنا نشوف شغلي. اتفضل. زكي. من سنين فاتت وانا بحكي حكاية الاميرة زينات. الاميرة زينات اللي بعتها بسوق العبيد عشان احافظ عليها من القطار. انت فين يا زينات؟ انت فين يا زينات؟ سيدي قائد الجيش المعلم، هذه رشوة التجسس. يا ترى من الحقير اللي دفع الرشوة دي؟ الامير طربال اللعين. طربال. شاهين، ايه اللي ناقصنا في المعدات؟ احنا سددنا عجز السيوف، لكن عندنا عجز في الخيول، لازم نزود عدد الخيول يا سيدي. ومين اللي عليه الدور في توريد الدواب؟ عز الدين اسماعيل هو اللي مسؤول عن الصفقه. امسك الصره دي تديها لعز الدين اسماعيل وتقول له يورد المطلوب منه الليله. عز الدين اسماعيل؟ ولكن عز الدين صرف كل مستحقاته سيدي قائد الجيش المعظم. اوعى تكون دفعت الفلوس من الفلوس المخصصه للتمريض. طمن سيدي قائد الجيش، مولاه السلطانه شجره الرز بقت جزء من مجوهراتها وسددت المطلوب لعز الدين. يا عظيمه شجره الرز، دايما بتبدي مصلحه البلاد على مصلحتها الشخصيه. اسمعوا، احنا لازم نبذل مجهود اكبر من كده. عايزكم تجيبوا لي اخبار من كل انحاء مصر المحروسه. عايز عيون المنتشرة في كل مكان تبقى دايما جاهزة، دايما صاحية، مستعدة. تمام سيدي قائد الجيش. تمام سيدي قائد الجيش المعلم. تفضل. هاي زعمور حبيبي. خيانة الحرية. خيانة. خلاص يا لمبي. بس يا لمبي. تعويض ولا ايه يا لمبي؟ بس ده مين دول؟ ده ابني زعبور. انا واحد فيهم. لا ولد الوحيد هو ده كله. وحشني زعبور. ابويا ابويا ابويا. ما تخافش ما تخافش يا زعبور. مين ده؟ ده لمبي. ده الحارس الشخصي بتاعي. ده بيحميني. بتخاف على ابويا؟ يبقى ابويا بيحبك، وانا اللي يحب ابويا يبقى انا كمان احبه. ابوسك. لا مش عايز. انا الحكايه يا قمر الدين، زعبور خدك مني ولا ايه؟ انت عارفه بقى زعبور لما بيشوفني وحشتيني. انا اللي وحشتك ولا زعبور؟ انت عايزه الحق، انت وزعبور وحشتوني. عارفه كويس ده؟ من صغار يا مدام. ده اللمبي. لمبي ده ولد غلبان. ده لما تيجي يا لمبي. نعم اسمه سماوير. انت وزعبور بقيتوا اصحاب. طبعا ده حبيبي. ده حبيبي. لعبوا لحد ما تبحث في شؤون خاصه مع المدام. مع المدام؟ لا بقى ما ولايه. واحده بقى واحده بقى. يا نعم حبيبي بهزر معاه وبيحب كده. ما بلاش الدخله دي يا ابن الواي. مضطر يا لمبي. مضطر ليه؟ هو ايه اجباري ولا ايه؟ اسمع مني، الدخلة دي فيها غبة جامدة عليك. ده واجب مقدس. مقدس ايه؟ ده واجب مكدس. هيبقى مكدس في تكديسة في الدخلة. الدخلة دي مش حلوة. البلد عايزاك وبعدين دخلتك دي. شوف انت بص مخلف ايه؟ لما تجيب اتنين كمان زي دول ده خطر على اقتصاد البلد. انا حياتي كلها فدا الوطن، فدا مصر. تاني مصر؟ انت لما تحب مصر قدي هتقدم تنازلات. ايوه بس اللي انت داخل عليه ده مش تنازلات يا مولاي، دي مزلقانات. انت داخل على مزلقانات ويا عالم هتخش مش هترجع. ربنا معاك برضك. انت
تجري ورا الشهوة؟ حبيبي 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 هبا حبيبي 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 اللي في ايدك ده يا حبيبي ده حصان ده حمار ايوه انا عارفه ده حصان ايوه يا حبيبي اوريك لعبه حلوه طبعا حلوه طبعا حلوه شبهك بالظبط تبقى حلوه شبهك بالظبط ماشي يلا وريك يا كمان يا كمان هتوريني كده يا حبيب بابا ده اسمه ايه حصان حصان بص حتين لفوق 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 الله يا جمال فين الحصان حصان فين حصان انت كنت تقول ايه انا بدعت الحصان بدعت الحصان بتاعي ابويا ابويا يلا ابويا ابويا الحصان ابويا الحصان فين الحصان يا ده ده شويه فين الحصان يا ده ابويا ابويا ابوك جوه عنده موقعه الجمل مش فاضي جوه سيبك منه فين الحصان حصان يا بطني بتاعي يا بطنك ما هو ده السحر بقى اللي هو بتاعنا بقى لا يا ابويا ابويا ام غلاستك ده انت غلس قوي ده يا ابويا يا نعم ايه يا لمبي في ايه يا زعبور انا الحصان بتاعي ده مين ده كان فني القصر ده ولا مين لا ابويا مالك يا زعبور كان الحصان في بطنه لا والله حضرتك الحصان اهو هو بس مش سوعي بحاجه تانية خالص ده انا كنت بلعبه زي ما حضرتك ساعتك قلت لي الحصان في بطنه ابويا مش دول مش دول هو كان الحصان والله هو دول مصحف انا هجيب من حصانه تانية انا مش معود ابني على الكذب طالما قال انك اكلت الحصان بتاعه تبقى اكلت الحصان بتاعه كدب ايه ده متعود على الكبد اصلا مش كد كده بقول لك حضرتك لما الوقي الحصان اهو اتاخرت قوي كده ليه يا عمر الدين يا روح قلبي اصلي الليمبي بلع الحصان بتاع زعبور ايوه يا ماما بلع الحصان يا مدام وحياتك ما حصل الكلام ده اهو حضرتك الحصان اهو ما بلعتوش تقصد ايه يعني ان ابني كداب ولا اهبل وبريالة وعبيط زي الشعب ما بيقول هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان لأنه هو أكثر من كده بقى بصراحة يبقى أنت بقى اللي أكلت الحصان أنا اللي أكلت الحصان أكلت الحصان أنا والله يا سعادة السمير لمبي طلع الحصان الحقيقي من بطنك أيوة حاضر أنا كنت بهزر من كده يا زعربور أنا كنت بهزر والله الحصان الحقيقي بتاع زعبور اهو خد يا حبيبي حصاني حصاني انت عويل 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 الله ينعل ابو الغلاسه اللي جايبينك يلا يا منعم لمبي هذا ساعة الباشا انا مضطر اقعد يومين عشان في بعض شؤون الدوله ومراته اشمعنى شكلها ايه متناثره الاحجام فدي عايزه بوصله عشان تحددي الخلقه فين بتاعته مش عشان تعرفي تتكلمي معاها وحشه يعني وحشه منين وحشه مني ست هادم ده حضرتك كده بتغلطي في الوحاشه نفسها دي تقدر تقولي رضعه من وحيد الكرم ها فجاه في الجبل كده فاس عجل راح طالع حاجه وايه وفاكره نفسها زغلوله وهي بعد عنك بعد عنك طول النهار قال على الامير امر الدين ومشى عمله تدلعه يمين وشمال وهو طبعا يعني كده بقى يعني لحد بقى شكل الشكمان بتاع المسك مولاتي السلطانه شجره الرز لقد قتل الامير امر الدين خشاف يا مولاتي الامير امر الدين خشاف ايه الامير امر الدين خشاف يا مولاتي كل سنه وانت طيب مين اللي قتل خشاف من اللي قتله؟ وكمان عامل لي مفاجأة إنك قتلت قمر الدين؟ مين أنا؟
يا عنتيل. انت حبيبي وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. فليعلن المنادي عن زواج الملوك من الرؤساء. رؤساء مين اللي هيرتبطوا من الملوك؟ مين؟ انا ما عرفتش امر الدين ده. انت حبيبي. ايوه وشريكي في العرش. ايوه مولاي الليمبي. شجرة الرز لا تخلف العهود. أنا ما قتلتوش. أنا تقريبا في اليوم ده لا قتلت خشاف ولا قتلت حتى تمراية واحدة. كنت صايم تقريبا. أيوة تعجبني. خليك بقى على المقولة دي. خلاص قشطة قشطة. أيوة. يا لك من داهية. أمال إيه؟ مغوار وعسل كمان. والنبي عسل. والنبي قشطة. انت عارف انت جايبة اخر الحريم. خلي بالك وحط في ذهنك ان انت جايبة من اخر الحريم. بالك انت لو دخلت على اي بوياجي كده معلم المعلمين وبيطلع فوق ويبخ هنا وهنا مش هيجيب فيك الخربوش. عشان انت زيرو وانا موت في الزيرو. من صفر المية في 3 ثواني وعشر من الدقيقة. يا اهل مصر المحروسة راحت ايامكم المنحوسة. يا اهل مصر المحروسة غدا الفرح والافراح. غدا زواج الاميرة شجرة الرز على الامير الليمبي هريسة ابن المهروس. والحاضر يعلن الغايب. يا أهل مصر المحروسة. الليمبي هريسة ابن المحروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتوا يا سيدي؟ بيقول لك بكرة فرح السلطانة شجرة الرز على الأمير الليمبي. سمعتوا المنادي؟ سمعت الرعد في ودانك. الله يرحمك يا قمر الدين. كان زمانها ليلتك النهارده. وكان زمانه بقى السلطان ومدلعنا اخر دلع. يا سيدي خلاص بقى. هلا ما الحي يبقى من المي واللي بيروح بيجي غيره. ما بتقفش على حد يعني. يا عم ويمكن الخير يجي على قدين الليمبي. صحيح والله. الخير على قدوم الوردين. بيقول لك بكره فرح يعني فته وهوبر واللازم منه. في بعد كده خير؟ والله العظيم طول عمرك حمار وهمك على بطنك مفجوع. بقى احنا بنتكلم في حال البلد يا بلد وانتوا بتتكلم في هنجر الفته. ليه محسسني ان انتوا ما بتشوفوش اكل؟ هو انا حرمكم الحاجه؟ هو انا مش لسه عازمكم اول امبارح علشان دوتشات كبده عند المملوك؟ هو هو. Thank you.
دانت بقشطة. بقولك ايه؟ لا اوعى تكوني بتغيري من النسوان الرقصات. هكون عارف. قشطة يا جو. قشطة يا شجرة. لك انت، انت مالك انت ومال البط والوز؟ انت تتكلم في الجاموسة في البقرة في الغربة ورايا يا حمار. وكأن القيامة هتقوم يا رجالة، يطلقكم مراتك بالقوة حقها بطردة وسمعودة. طب ايه عند الحاجة وانت كنت شوية مع الضهادي الغاز اللي بطردة وحلقودة؟ انا بقول لك خد مني مراتي غصب وتدار، خليه طلعتها غصب وتدار. لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكيد شيخ البلد كان حاضر ومولس معاه. هو ده شيخ بلد؟ أنا عارف شكل شيخ البلد، أنا لسه جاي من الكفار وعارف أشكالهم عاملين إزاي. ده شكل الكفار، ده هيترمي في النار بماشا ماشا. دي حاجة ما يتسكتش عليها أبدا يا رجال. طب وهنعمل إيه يا إخواني؟ وهي دي فيها عمايل؟ زي ما طلعوا من مراته بالعافية، لازم مراته ترجع لعصمته غصب عن عين العمدة. والله العظيم ما هفرقه عن العمدة ده، هخلي وجه الحد كله يتفرج عليه ويبقى مرناطة كده في حد الأرض. هتشوفه. هتعمل ايه يا سعيد؟ اللي هعمل ايه؟ انت هتشوف الذنب هيعمل ايه؟ هي ديتها بس كده راح ساقط على السيدة زينب وانزل على البرتيتا بتاعتي. الواد سعيد مجنة
وحسن ابو خد كبير ونيجي نطربعها بقى عليها هنا في قلب الليل. بس انا اجيب المفتاح منين والباب الساحر اللي عشان خاطر اروح فيه للسيده زياد؟ يا حول الله يا رب، الراجل بيخطرف يا جماعه. بقول لك ايه، انت احسن حاجه تطخ عيارين تجيب عجله. لا احنا نرميه في الترعه احسن. يا رجاله يا رجاله بالراحه يا الزعيم، الزعيم تعبان. بقول لك ايه يا زعيم، أيوة. انت تيجي عند الدار تريح شويه وتغير الهدمه اللي عليك دي وتاكل لك لقمه. أيوة. قلت ايه؟ انا موافق. هو انتوا طبخين النهارده؟ بلوزي. بلوزي اللي هم بيلزقوا بيها الاعلانات في الشارع على الحيطه دي؟ اعلانات؟ ما دي هو ايه صوت الميه ده؟ يا فتحية بتعمل بالبير ويا وفا حن؟ اسمها عواطف يا اختي، وانا عايز اعرف اسمها تتحرق. وده ايه ده كمان؟ بقول لك ايه، بس الواد الزعاف ده من هنا. اخرج يا شيف. شريف؟ اسمك شريف؟ أم لو مش شريف كنت هتبقى عامل ازاي؟ تجردتني يا هانم من كل قصاصاتي. يا راجل اجري، انت كلك على بعضك جريده. يلا انت، انا هنا سيدة القصر. يلا قصر حقك يا خدامة. بقول لك ايه، خدامة بس بشرف. بصي شرفك والنبي يديك ساعة على الدائري، بيبقى بينا شرف من غيره. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه؟ وضعي عليكي بايه وانت فيكي كل العبر؟ بصي بصي بصي، بتشتمك بتشتم جدك ازاي؟ والله العظيم صدر جدك دلوقتي ولا مش عايز اقول؟ اخرجي يا عواطف بره. يا لهوي عينك اللي زي البيت. لا لا لا، والنبي اتخرجي اللي ده اكل عيسى ليه؟ دي غلبانة. ودي ست بردك خدامة، يعني شيلي دي حطي دي حاضر زي الكلبة. اخنقك ولا اعمل فيك ايه؟ انت وشك ما فيهوش حاجة تتعمل فيها حاجة. ماشي يا بيئة يا دوكل. اسم الله عليك، يا اللي جاية من هاي فاي باي. هاي فاي باي؟ اه؟ انت ان شاء الله ربنا هتموت هتاخدي ضربة من تحت باطك، ان شاء الله تخرج من صخاريخ ودانك وتصير فيك مجنونة في العلبة التست. مش عارفه هتموتي مني ليه؟ مولع ليه؟ ها؟ ها؟ ما بقدر، انا واثقه من نفسي. واثقه من نفسي؟ انا ست واثقه من نفسي، وعارفه انا عارفه انا عامله ازاي. ما وردش عليكي مرايات تبصي فيها؟ لا يا اختي، اجيب مرايه ليه؟ المرايه اللي وحشين يجيبوا نفسهم حلوين وانا بعرفين يا قدامه. وانا هنا سيدة القصر. قصر قصر حقك. يلا يا اختي يكسروك على الدائري ما يلاقوا بيكي حته. خلصتي؟ طب انا ليه عمال افعص فيها كده؟ ليه ما بنستخدمش الصلصه الجاهزه؟ ده الصلصه الجاهزه؟ الصلصه الجاهزه يا حبيبتي دي ما تبقاش طبيعي. والراجل بيحب كل حاجه طبيعي، يحب الست طبيعي، يحب الاكل طبيعي، يحب كل حاجه طبيعي. طبيعي؟ ايوه. راجل ايه ده اللي هيخش على مراته وهي ريحتها كلها طبيخ وبصل وقرف؟ يعني اختي وعي انا جاي من السنزبيزيشن بره. ما كانش جاي، ده كان بيتبطط من الاتوبيس لتوك توك اللي مش عارف ايه وابصر ايه، وعمال يشم في ريحه ده ويخش بمناخيره تحت الباط ده. مفيش ميه يا بنت لما يجي كده ويشم ريحتك وانت تشمي عرق. اشم عرقه ليه انا؟ اشم ليه؟ ايه المزاج في كده يعني؟ ده المزاج. النبي على ايامنا كان الجواز كده، كان يدخل العريس اول ما يقرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم ويروح رافع باطه والمره تروح داخله تحت باطه. اتكيفت؟ يلا ياخدها ويشحنها ويرميها في قلب الزودياك. خلاص خلاص، كفايه كفايه قطط، قرفتيني انا. خلاص خلصت الطماطم اهو. خلاص ايه؟ الطماطم. طماطم اسمها قوطه. قوطه اسمها ايه؟ قوطه. قوطه قولي ورايا. قوطه 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 قوطه. ايوه كده. خلاص خلاص اتفضل. خلاص هاتي بقى الطماطم. انت لسه قايله قوطه يا اختي؟ هو كلام نسوان بعد من المطبخ وانا هنتكلم في ايه؟ خلاص هي دي. بطاطا بس كده حلوه قوي. حلوه؟ ايوه. ميرسي. بس هاتي بقى الفرخه اهي، بركي كده وبركي كده. طب والصدر؟ ما اعرف صدر بقى زي الفل اهو. يا مرد عجيان. لا بطاطا انا ما اقصدش صدرك، انت تقصد صدر الفرخه. ما ايوه يعني بحسبك بتتكلمي على صدري. فكرتيني. طب انت عارفه الواد ابن بنتي؟ الواد ابن بنتي كان عنده كلبه بلدوج. كلمة بلدوج دي خلفت ايه؟ 4 كلاب تانيين بلدوج وماتت. سام عليها كلاب صغيرين بلدوجات ورحت خدتها وقعدت ارضع فيهم وكبروا بصلاة النبي وبقى فيهم واحدة مكتوبة دلوقتي.
كلبة ايه يا قطاطة؟ انت بتشتغليني؟ انا هموت واعرف انت بتش... انا بحس ان انت بتشوفي حاجات غير اللي احنا بنشوفها، وبتشوفي ناس غريبة. بتشوفي ايه انت؟ يا اخي انت بتفكري انا بتكلم في ايه؟ انت بتفكري ان الاسراج في عدد المطابخ في البيوت كلها هيتكلموا في ايه؟ بيقعدوا يتكلموا على دي ويقعدوا يشتموا بدي ومحدش عاجبهم غير هما، وبص تلاقي المرة من دول سرح الكاتب الجربة وتقولي في ايه احسن مني؟ هي كده كلام مش وانت تعملي ايه؟ يا قطاطة انت شكل الليمبي كان بياكل من ايدك كتير قوي صح؟ ليمبي يا حبيبي يا ليمبي انت من دمو يحبو ياخد مني من حاجات بيحاو بصي جاي اهو بيشاور عليا هذا يا ولد هذا يا ولد الحب مش بالعافية الله الحياه والخشه جراطيه امها وقفه تترجفي للمراجوز فاطمه بتترجفيليش انيلا هو انت خطيبي طب هو حبيبي الله في غنمها امثال شغلت رن عبون دوية ماما لو أعرف له واحد اللي باني أنا خلاش اللي يدير جلي بمارا بدهولي أحب فرحين في أسبوع واحد مساتر يا رب يا عين عليك يا حبيبتم الحق يا واد يا حلوان فين الزفه يا ولد ايه يا بلد مش هتزفوني ولا ايه بيان هام مش عايز اسمع هسه دبت نمله زقزقت عصفوره ولا احب اسمع حمار ينهق ولا بقره تنعر خصوصا في الليله المفترجه دي فاهمين يا حوش هو فات حوش يا عمدي انت الحوش يا غبي بطايه فاهم يا عمده فاهم غرقتك ده يا فمك نور يا الله وانت يا اختي بتتحسوك ليه يا بنت انت روح امك انت مش قلت لك تخلصي من زمان حاضر يا عمدي يا اخويا ها انا عايزه ايه لا صحيح في ايه يعني تعالى يا عم وط صوتك طيب على ايه ايه بلد من عندنا بالراحة خير يا نور عيني خير يا راجل مالك في ايه لا يا يعني الزفة خلصت وانت كلك نظر يعني بعد الزفة ايه الاجراءات يعني انت يا راجل مش زفيت وتزفت وتنيلت بستين نيلة في ايه تاني؟ واني يعني حجيب العيل بالزفة بس اياك؟ احنا مش اتفقنا يا عمدي ان ليلة الدخلة دي تقضيها معايا اني؟ حصل ايه اللي جد؟ ما جدش سيبيني والنبي اخرج بس تعال هنا هو ايه؟ قدامي على السرير فين؟ اطلع على السرير حاضر يا بنت ادري حاضر نعم اهو وطي اللندا يا عمدي ليه؟ هي غارق؟ وطي اللندا حاضر يا ميتدر ايه العجلابيتك يا عمدي؟ اقصر الشر يا ميتدر ايه العجلابية يا عمدي؟ مش عنا ابدا ومن نجمه تقومي يا بت تكنسي وتمسحي وتطلعي على الزريبه تحلبي وترجعي يا بت تنضفي الدار
العروسة قال. والنبي والنبي يا رب فكني بالعبده وظلمه وجبروته ورجع لي حبيبي جوزي سليبي. يا حبيبتي فتحي ده سليبي يا حبيبتي حبيبتي تلحق. ايه رايك يا بنت في المفاجاه دي؟ حبيبي يا سليبي الحمد لله الحمد لله اخيرا فتحي القدر جنع بعدنا البعض بعد ظلم الحينك حولنا. قلبي قلبي وبهجتي فداك يا سليبي. اخيرا اخيرا السبع بناية اللي بتبناه بالدنيا. حضرتي فتحي انا قول قول يا عيني. انا ايه؟ انا جعان قوي يا حبيبي. يا عيون قلب فتحي من جوه. تعال ايوه تعال تعال شوف تعال تعال شوف اكل العروسه. الاكل بينادي اكاله. كل متحفظ. الحمد لله ربنا بيوفق من هنا وبيمشي من هنا. ألف الحمد وشكر لك يا رب. طب البوهيم ايه ده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه فين؟ انا روحت بينك والكنز راح كمان. لا بنت كنز ايه؟ الكنز الحقيقي اهو. هو ده الكنز الحقيقي. تقول له كنز ومش كنز خلاص بقى الخيرات ما اختارها الله. يعني ايه يا سليبي؟ يعني ايه؟ يعني انا من الليل للليل اجيلك اكل واللقمه واقول نعت واروح واخد بعض متكل على الله وكده خلاص. هو ده حلو قوي. هو ده كنز. يا بصيرتي يا بصيرتي يا فتحي نهار كسوف يا فتحي هتسيبني يا سليبي يا بصيرتي. بتحبيني يا بنت؟ يا بنت مش انا اللي اضحي بيك عشان حمامه ولا حمامتين ولا ثلاث حمامات يمكن اربع حمامات اغير رايي. بس اسكت لا يسبعوني. ايوه بقولك ايه فتحي انا أنا سألت واستقصصت. ها؟ سألت واستقصصت على علاقتنا احنا الاثنين. المفروض إن احنا متجوزين بعض من سنين أو من زمان أو يعني من يومين. فاحنا مفيش أنت تحلي لي دلوقتي يا بت. أنت تحلي لي. والجواز اللي احنا جوزناه ده صح والغصب في الطلاق ده ما يجوز. يعني أنا دلوقتي عايز يعني أنت شايف كده يا سليبي؟ وأنا شايفة ده كده. ده أنا هقوم ده أنا هموت. إيه يا بت؟ إيه؟ إيه يا بت؟ انا فين يا عمدي؟ سمعت صوت بره. اتكن ونام. والله سمعت صوت بره. بقول لك نام احسن من النجم منزل على المركز وابوع الارض كلها لاخوه وهتطلقني واتجوزه وتبقى واحده بواحده. خلاص خلاص اتخمدي وادي قاعده وهتنام. هتنيل على عين امي. ومجليط بجله ومرشوش عليه زفت وقطران. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ في بيتي وعلى فرشتي. استنى استنى. لا صاحي. صباح الخير يا حضرة العمدة. وحياتك عايز
2 لبن بحليب ومعاهم بقسمتين خيارة. خيارة؟ أيوة. داني اللي حديك من منقي خيار. بتعمل ايه هنا؟ صباح الخير يا سيلبي. صباح الخير يا تروحة. حياتك بقى زود الاوردر عشان خاطر صحي تعب المرة تفطر معانا. أنا عارف إنه ده راس أوردر. أهو اطلبي بقى أنت عايزة إيه؟ أنا نفسي في ما هو قال لي يا أختي وهو طلب مني شايبة حليب وصوتين وخيارة إنما القتة عليا أنا داني حصرب من دمك يا فتحي. اثبت يا عم الحاج اثبت. إيه؟ أنت هتعمل إيه؟ اثبت محلك. أنت بتتكلم مع مراتي. مراتي وأنت واخدها مني غصبانية ومن ساعة ما خدتها مني وهي برضك مراتي على ذمتي. يعني الطلاق الغصب ما ياكلش. صباح يا بركة يا عريس. صباح يا بركة يا عمدي. اصحى يا عمدي. يبقى أنا جاي لك أنت أخرى هو تستنى عليا شوية. كبارات البلد جايين يباركوا لك بنفسهم يا كبيرني. أنا من رأيي إن أنت تطلع تبارك للناس اللي بره دي ها؟ وتقول لهم مشكرين جدا على عار اللي انت حاطط نفسك فيه. يا عمدة انت خلاص بقيت مغروس في العار. انت بقيت بتعوم في قلب العار. نطلق كلك على بعضك كده عار في عار. كفاية كده يا سيليبي. الراجل ده برضو في بقابة ابويا. شايف انا نام قصيدة البت دي والله بسون العيش والملح والله. بحبك يا سيليبي. وانا يا بنتي مربوط في ان انا عينيك من الداخل. ما تجيبوا بوته بقى. يبقى يا سيدي. هذا الموقف بيسخن وجودك مش حلو على قلبك يعني. صحيح صحيح. اللي بيحصل ده مش كويس على قلبي. اصحى بقى مش كفايه عسل بقى ايه؟ انا رايح وراجع ما تتحركش. انا خرجت فين؟ انا عايز اهرب دلوقتي. تخبليك. لا لازم اهرب دلوقتي. انا مش فاضي. انا ايه ده بيتك وده مطرحك ودي مراتك وحنا حراضيك وهنسويه وحراضيك والله. بس اصبر عليا بس راجع لنا. خلاص وكمان خلصت الاكل كله يا لمبي. عملنا حنوبه على صدري. انا عقبال ما استنى لحد ما يجي الراجل ده. يلا نهرب يا سيلبي. بس نهرب فين؟ انا مديله كلمه خلاص لازم اقف موجود معاه. انت بتقول ايه يا سيلبي؟ يلا نهرب. يا بنت بهزر معاك طبعا. يلا هاتي شاهد التربه ده والجلابيه. بسم الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ الصبا والشباب دب في وشك كانك ابن 18 سنه. استنى لا قبلها باذن الله. ان شاء الله مش بشتر خير. انا مش بشتر خير. ودلوقتي انا اقول انا السلطان. نعم. هتعمل ايه في هجوم لويس التاسع على المنصوره؟ هتسيبه يدخلها زي ما دخل دمياط؟ هو دخل دمياط؟ ايوه دخل دمياط دون علمي. وبيلعب فين الواد ده اللي دخل دمياط؟ بيلعب ايه؟ ايوه يعني هو باك ورك ولا هجوم؟ ورك؟ ما تقولش اي حاجه انا اللي هتكلم. فاهم؟ ايه اللي انا اتكلم ده ايه؟ اصحي مفيش حريم تتكلم هنا. وانا سلطان بلاستيك ولا ايه؟ اقعدي هنا. اقعدي يا بنت. انا بقول لك اقعدي. اقعدي هنا. الشاب العظيم العتيق. طبعا انتوا كنتوا عارفين ان امبارح كان ليلة دخلتي وكلكوا حضرتوا في قلب الصوان. وطبعا المفروض واحد زي هي في ليلة الدخلة يبقى ازازتين بيرة متفلتين ها وقاعدة وحجرين والصباحة وهي ترقص لي وكده. يعني بقى ليلة الدخلة بقى انتوا عارفين انما رغم كده سبتها في قلب السرير من اجل ماتش بتغلي وتنكت في نفسها وهي سكرانه طينه ومريضه ومفيش. خلاص بقى استوت. وكل ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر مصر ام الدنيا حبيبتنا. فكرت ازاي الفرنسويين انا اعمل لهم خازوق يقعدوا عليه وابرموا وراح حافظ بصامونه من فوق عشان ما يتخدعش تاني. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. عاش السلطان الليمبي. وطول الليل رغم ذلك في ليله الدخنه قعدت افكر ازاي انهي على خميس 17 لويس. نعم لويس. قعدت افكر كتير ازاي انهي على بوليس 17 لويس. يا عم هو كل شويه يغير اسمه ولا ايه؟ اسمه ايه؟ لويس. ايوه قلت بقى لويس ده لازم نعمل له خطه ما تخربش الميه. لذلك فكرت قررت
أن الفرنساويين يدخلوا